شهدت قرية الحمولي التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم توزيع صناديق مواد غذائية، وذلك ضمن مبادرة كتف في كتف الذي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كما تتضمن المبادرة توزيع ملابس وبطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مدن ومراكز محافظة الفيوم. الكراتين عبارة عن مواد غذائية تكفي حوالي 4 أفراد. بنوزع الكراتين دي على الأكثر احتياجا ليها. طبعا احنا بنبقى متعاونين مع جمعيات وعارفين الأكثر احتياجا وبنوزعها، بننزل احنا والشباب كلنا طبعا بنوزعها بإيدينا وبنوصلها بإيدينا عشان نتأكد انها وصلت للمحتاج. واحنا طبعا موجودين النهاردة ونازلين في مبادرة كتف بكتف. عندنا مطعم زي ما انتم شايفين، المطعم مفتوح طول شهر رمضان، بنطلع حوالي 180 ألف وجبة للناس محتاجة، وبإذن الله مكملين معاكم لحد بعد رمضان بيومين، وأنا مبسوطة أكوني إن أنا متطوعة.